C'est une chanson de Toumi, hein, donc c'est Toumi Samir. Alors, cette chanson est dédiée à une jeune fille qui me suit à chaque fois dans les, sur le YouTube. Hein, donc, parce que ça a été, alors Sarah, parce que j'ai vu un H à la fin. Alors c'est une fille que je salue, Adnaya Madialik, parce que غلطت في حقك سامحي لي وهذه ليك نتيا راني نحبك أسارة كما وعدتك. Voici la chanson هذه ليك نتيا. جاوبتني سارة وقالت لي صباح النور والسرور يا أخي منصف، هذا وين شفت الفيديو ورد نتاعك. أولا أنا أنثى لست بذكر، سامحي لي ولا غلطت معاك يا أختي العزيزة، مش كل وانا مرمو كي ذكرك أنت، أنا ما عنديش فرق، مي سامحي لي العرب شوية أنا ما نفهمش. ألور على بالي بك تيا رياضية، يعطيك الصحة، تبعي الفوتبول، عندك الحق الشيء اللي تقولي فيه، أنا معاك. وسبب العنف كما قلت أنت يا ماشي سبب من أسباب العنف من جهة، شكرا. الشغب هذا كان كما قلت انت يا سي فري عندك الحق، انا لا جي اس ام بي تاع بجايه نشتيهم بزاف ونشتي الموب ثاني وقيل بكري سيتي جو سي فاسي سكون هو الاول الموب ولا لا جي اس ام بي، لي دوز ايكيب كانوا يلعبوا مع اليو اس ام كا خنشله وحبابنا وصحابنا، وبجايه هي لا فيل اللي نشتيها بزاف بزاف بزاف. تحياتي الى كل سكان بجايه. الوغ غنيه اوسي بونجور، ضحكتك ان شاء الله نخلي الناس كل يضحكوا ان شاء الله بحول الله، ان شاء الله تكوني ريش فعلا يا غنيه ونتمنى الناس كل تولي ريش بحول الله. الوغ اجوردي اون با بارلي سور لي كيما قلت لكم قبيل، ما نساش ثاني كاين واحد الخبر اللي بعثوه لي دوكا راح نشوفوه نقراوه مع بعضنا.
الخبر هذا يقول باللي هجرة جماعية للصحفيين والتقنيين والمصورين، قال كي يقولوا 13 صحفي و15 تقني ومصور يغادرون فضائية شروق نيوز، وراحوا يقولوا باللي راحوا لفرانس 24. بزاف الناس اللي راحوا لفرانس 24، سي نورمال الدولية، سي نورمال سي نورمال، كي ما يلقاوش ولا يبداو ديجا هذو لي شان هذو كيما الشروق عندها اتجاه ام تي بو اسلاموي اسلامي كيما قال واحد. وديجا كنت تشوفوا هذيك الصحفيه اللي قال لك واش هاد اللبسه هذه وما نعرف واش وما نعرف واش، يحبوا يبينوا رواحهم باللي راهم شويه هكذا، مي ما كان حتى هذه لاشين لاشين هذه الاخرى اللي عيطوا لها هذه النهار ولا ما نعرف واش. انا على كل حال ما نتبعهمش اللي شان هذو، نشوفهمش بكلهم على باليش بهم بكل ساعات كون جو زاب كوم سا نعقب عليهم. فيهم صحفيين اخرين واللي نحترمهم، وفيهم اخرين كيما قال واحد ما تخليونيش نقول حوايج اخرين باسكو نعرفهم ونعرف الاتجاه نتاعهم. عدوا اخرين عدوا لهيه من الاسلاميين. الوغ هذا اللي يقولوا باللي اعلنت قاعه التحرير في العديد من القنوات الفضائيه، وعلى وجه التحديد قناه النهار نمشتاش وتي في شروق نيوز حال طوارئ، وذلك بعد الحج الجماعي للعديد الصحفيين والتقنيين والمصورين الى القناه الجديده الجزائر 24 الدوليه. هذه مش فرنسا 24 سمحوا لي، الجديده الجزائر 24 الدوليه، ما عليش تعمل هذه الجزائر 24 الدوليه في تدرتها تاع البوار هكا عندنا اي فوالا. وحسب معلومات موقع الجزائر 24 فان الهجره الجماعيه للصحفيين مست فضائيه شروق نيوز بالدرجه الاولى تليها قناة هذه النهار. كما عرفت القناة الجديدة توافد صحفيين ومصورين من القناتين الثانيتين تم غلقهما لينا تم غلقنا لينا تبقى الجزائر واين وراكش. والله العربية أنا شوية ما نفهمش فيها حاجة وما نحبش نعرفها خلاص بكل. ألور القضية اللي راح نتكلم عليها اليوم هي قضية حساسة، وعلى بالي بلي ناس ذكرين يوليو ما يسمعونيش خلاص، ويولي يقول لك هذا راهو ملحد وهذا راهو ما على باليش شاك فوا وين نمدوا الراي، نمدوا الراي نتاعنا. كاين الناس ما تعجبهاش الحال ويبداو يعلقوا ويبداو لو كان غير يعلقوا يعني نورمال، قال اخويا انا مانيش معاك، يبداو يسبوا ويبداو ماشي مشكل. نحب نهضر على اللي مار سيليباتير. اللي مار سيليباتير كيفاش تكون اون مار سيليباتير؟ ما نعرف كيفاش يعيطولها بالعربيه، ام هكذا كيف يقولوا بالعربيه ام عزيبه. ام عزيبه كيفاه تكون ام عزيبه؟ جي حاجه نورمال، امراه تعرف راجل وكما قال واحد يديروا معرفه مع بعضهم ويخرجوا مع بعضهم ويروحوا وياكلوا ويديروا، بعد تصبح عندهم طفل ولا طفله. الاشكاليه وين تكون؟ كي المراه مسكينه تكون بالحمل، المراه ديما هي المشكل عندنا حنا الجزائريين. ما نقولوش بلي الراجل غلط، لا، المرأة اللي غلطت وماهيش بنت فميلة وما على واش، باسكو دارت علاقات كيما نقولو حنايا اور مارياج. نورمالمون يا سيدي الراجل عرف المرأة وجا عندهم الطفل، وين هو المشكل؟ يروحوا للبلدية نسجلوا الطفل، وين هو؟ الله أكبر، كيفاه يقولنا كيما هكا؟ ما لا يجوز، لا يجوز. علاش لا يجوز؟ باسكو ما قالوش الله ما عطى فلانة لفلان، هكذا شافوا لها هذه هي. يا سيدي نروحو نقولو اسيدي ايه يقراو المعروف كيما قالك، يقراو المعروف يا سيدي نقراو المعروف، وين هو المشكل اسيدي؟ كاين طفل هاو جا ولا طفل هاي جات، نروحو نقراو المعروف اسيدي ونريكلاريزيو الحالة. لا 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 يجوز. جا اور مارياج يا ولدي معليش اسيدي راني معاكم، جا اور مارياج يا با تشوسي. الناس اللي راهم يبعثوا لي وما نقدرش نرد عليهم يسمحوا لي، يسمحوا لي باسكو جي بوكو دو ترافاي وما عنديش الوقت، ساعات نقدر نرد وساعات ما نقدرش يسمحوا لي. ميرسي بوكو بالشي الناس يبعثوا لي في لي فيديو، يعطيكم الصحه ما نساهمش لي فيديو نتاعكم، وان شاء الله تسمحوا لي بلي ساعه ساعه راني نحطهم في لي فيديو نتاعي. مي والله سمحوا لي راه كي نضل ما عنديش وقت ما نقدرش نرد، ولا سيرتو الناس يتعيط لي كيما قلت لكم جو بو با ريبوندر. اللي يحب يعيط لي يكتب لي، ساعات نقرا كي يكون عندي وقت نعيط لكم. اوكي الوغ
نرجعوا للموضوع نتاعنا. هذه الكارثه اللي راهي صاري عندنا هذه، تو دابور المراه مسكينه ما يخليولها ما يبقي لها، تو دابور حتى والديها لو كان يحكموها يجزروها، يجزروها والله. يا عندنا حنايا، حنايا كيما قال واحد الشاويه، مرأة تولد طفل اور مارياج، اي والله لو كان يحكموها واحد يدي يد، واحد يدي عين، واحد يدي شعر، واحد يدي رجل، واحد يدي اروح اروح اروح. دونك هذه بقات فينا، وما حبوش الناس، ما حبوش الناس ينعلوا الشيطان كما قال واحد. هو الشيطان ما كانش الشيطان، هما الناس اللي ماهمش ملاح هما الشوطن، باسكو الشيطان ميكزيستو با باش يكون في عينكم. الوغ يبداو كيفاش وبخست بينا وطيحت بالفاميلا وطيحت باللعب بالاخر، ويحاوزوا مسكينه المراه هذيك تهرب. دونك يتوصلوا البنات هذو مساكن، واش يديروا؟ سوا يروحوا يديروا ابورتمون، وثاني هذا كارثه كبيره كيما قال واحد، يزيد الطفل يكون كبير ولا ما عرفوش يديروا ابورتمون، مشكله كبيره، ولا يروحوا يديروه ابورتمون درقه والمراه مسكينه بالك تموت. ها ويولي وقت ساعه اخرين يروحوا يسافروا لتونس باش يديروا لابورتمون، باسكو ما يحبوش يديروا في الجيري، وتولي فيها حوايج اخرين باش ما ندخلش في مشاكل بزاف. الناس يسمعوا فينا ما ندخلش حوايج بزاف، وهي نورمالمون نوليو كيما الناس المتحضرين والناس المتقدمين والناس اللي يا سيدي كاينه مشكله نصلحوها. هاد الناس هادو داروا كيما قال واحد انيسونس اور مارياج، ها كيما يقولوا هما دون لو بيشي، اذا حبينا نقولوا حتى حنا نقولوا هكا سيدي بلي لا يجوز هكذا، بصح الحاله دارت كيروحوا للشيوخ هادو نتاع الشاك، الشيوخ نتاع لي شاك هادو، ها يبداو يدبروا عليهم، ما لا يجوز وما تحكموش الطفل هذا، وكيما نديروا الطفل هذا هو وجع سيدي كيما نديروا، ما يكونش ولدك وما يكونش ولدها، ها كيما نديروا نطيشوها في السقاق. توصلوا حتى الناس يطيشوا اولادهم، بنات مساكن يطيشوا اولادهم في الزباله، ويجيو الكلاب ينتشوهم وياكلوهم ويصر لهم ميسره، وهذه كل هذه والله شكون اللي يدي هذه الذنوب كامل هذه نتاع الشيء هذا؟ والله ما هو المراه، والله ما هي الراجل. نقول لكم انا نقول باللي الطفله اللي دارت الشيء هذا والله ما تكون هي المسؤوله غدوه قدام ربي سبحانه عز وجل. انا نقول لكم خاطر المراه الا غالب والراجل حتى هو الا غالب، يا دي ريلاسيون سي لا في، هذه كون طفل الطفل هذا نستحفظوا عليه، نبدلوا يسوفي كون نبدلوا برك اللوا اللي لوا تاعنا هذا ما كان. لا لازم نبزنسوا بالدين. شفتوا علاش يا جماعه هذيك الدوله دين الدوله الاسلام؟ راهو باش نبزنسوا بالدين برك، اوترومون نحيوا علينا هذا الدين الدوله الاسلام، باسكو الدوله عندها مؤسسات وتمشي مع الواقع اللي راهو كاين اليوم. ما نقدروش حنا نمشيو بوش يقولوا كيما كانوا بكري الناس ما عندهم لا الناس مساكن لا غالب، كيما قال واحد كانت كمشة نتاع الناس عايشه، ها يمشيو بالدين، قال ربي قال الرسول قال، مي اليوم لا غالب، اليوم كان واقع نتعاملوا مع الواقع هذه. بريميرمون انا عندي بنتي جابت طفل، ما عند واحد طفل كنت تعرفوا يقرا معاها ولا تشتيه ولا حباته ولا واش كاين، يسكي نايتو الطفل هذا، اروح اخويا نروحوا نديروا للجماعه كيما قال واحد، ولا نروحوا للمسجد، ولا نروحوا لاي بلاصه نديروا الاخر، قال الله ما اعطى يا سيدي وخلاص، والطفل يولي بسمنا باسم المراه هذا الراجل هذا وباسم الطفله وخلاص. هذه نورمالمون هكذا باش ما يكونوش المشاكل تاع طيش الطفل في الزباله، ولا اخت الطفل ما يتصلحش، ما يتصلحش يا ناس، ولا تروح المراه الطفله مسكينه لاماتانيتي باش تولد يقيموا عليها القيامة، جيبي لنا بابه، أونديري كريمينال، أونديري كريمينال، هايز، ويجيو ماليها، أو لابوليس تسمع سير بروسي فيربال، أو البروكيرور يصراها انفورمي، يا سيدي تاه المرا هذي قتلت ولا واش دارت؟ واش دارت المرا هذي؟ واش هو المرا ولدت أفون المارياج ولا بعد المارياج؟ واش طاح السماء على الأرض؟ ما طاحش السماء على الأرض، روحوا تشوفوا الدول كيف اسمه في فرنسا وفي الدول الغربيه كيفاش عندهم يعني، او كونترير يفرحوا بالطفله وكيما قال واحد ويعطي يقول لهم كيفاش نسميه وروحوا روح ويروحوا يديروا كارني فامي ويروحوا وخلاص، باش الناس ما عادش
تطيش تفن ولا كذا ولا منا. هذه وحده العائلات لازمهم. اما خير يا محمد ولا يا عثمان ولا يا تيجاني دير كيما هكذا، ولا اما خير تروح تقتل بنتك كيما يقول الانسان وتباصي وتقال فضيحه اكثر فاكثر. ها بنتك مسكينه، وين الذنب نتاعها؟ هي ديري عبد، انسان انسان كيما انت ثاني. كنت انت عبد، انت انسان، انت ما عرفتش بنات انت وتعرف. ايماجينو كنت في عمرك حتى انت 20 سنه ولا 30 سنه، وتجيك طفله تحبها انت وتخرج انت وياها، وصرات ما طفل جبدو طفل، يجيو يديروك لا كيوتين حتى انت يقتلوك، ولا يديوها هي لا كيوتين. لازم نبدلوا القوانين هذو يا ناس، باش خطره اخرى الطفل ولا الطفله جابو يروحوا. ها علاش يعيشوا مع بعضهم؟ من بعد يروحوا لامريكا لولدي، نديروا كيما قال واحد الكريت فامي وناخذوا وبيوصلين عليه. نرجعوا دركا وين؟ الراجل ديما ما يستعرفش ساعات ما يستعرفش. نهار الاول يقول الطفله راني نحبك راني نشتيك، ومن بعد راني نصوتي عليك من السانكيام ايطاج وراك انت هي كلش، ولو كان يجيبوا لي اوسيرون دراس ما نقبلهاش، وانت هي كلش. ونهار يزيد الطفل انا خاطي انا مانيش انا قادرين. دوك انا لو كان يعني لو كان جات في الدنيا صح صح يعني تمشي قد قد، الطفل يقول انا خاطي، الراجل يقول انا خاطي، نقول له ديغاش ديغاج. ميم نروحو نديرو كيف اسمه، نروحو نديرو التحاليل ونعرفوه بلي هو وبي الطفل، انا ما يديش بنتي، نقولو انت ما تستاهلش بنتي ديغاج. والوقت هذاك واش راح يكون؟ راح يكون نروحو للوا تاعنا نغيروهم، ونخليو المراه تكون الحريه ليها، سواء كيما قال واحد طفل تديه لابوبونيير بكل راحتها وتحطو في لابوبونيير اذا ما حبيتوش، وإذا الطفلة تقول لك أنا نحب الطفل، نروحوا لاميري ونبدلوا لي الوان تاعنا، تولي الطفلة تعطي له لونو نتاعها. وين هو لو بروبليم؟ وين هو المشكل هنا؟ وين وعلاه الآخرين يديروا كيما هكا وحنا ما نديروش؟ بوركوا؟ واش صرا؟ علاه؟ برك فهموني وعلاش؟ يعني حنا خير منهم حنا ولا وشي هو حنايا؟ دونك هذه بريميرمون المرأة، الراجل هذا ما يحبش يدي الطفل، يبا يروح الله يسهل عليه، وما يستاهلش المراه نورمالمون ما يستاهلهاش، باسكو يقول لك انا خاطي، مادامك انت خاطي ديكاش سيتو. المراه تروح عندها حق كيما قال واحد، تدي لولدها هذا تحب تحكمو، تروح لابيري تحطو باسمها وتدي الطفل، ونعاون الدوله لازمها تعاونها، ولا اشتابو ماليها طيشوها لبرا، الدوله تروح تكري لها ساعه في لوتيل نورمالمون، ويعطي ولدها يجيها لاسيسون سوسيال تاع لاداس، وتشوف لها اذا ما عندهاش سوار تجيب لها الدراهم، وتجيب باش تلبس الطفل، وباش كيما قال واحد وتسمي الطفل، وتولي يتبعوها حتى النهار يعطيو لها ان اف ان ولا اف دو. ها تعيش ولدها ويحوسوا لها كيما يلقاو لها خدمه، وتروح تخدم على ولدها ونبين نصلين عليه، ما يصرى والو، لا قتيله لا ذبيحه لا والو، الاخر يروح في حاله والمراه راهي في حالها، ونبين نصلين عليه. وين هو البروبليم؟ وين هو؟ اسكو سي كوم سا؟ ولا كيما قال واحد نوليو حنا نلحقوا في عقاب الطفل هذا، قالت تديها بالذراع عليك. الراجل يقول لهم انا راني خاطي، وهما تقول له لا نشكي بيك ونديروا التحاليل. معليش اسيدي شكينا به ولقيت التحاليل. ها؟ ولقاه بلي هو، والسيد يقول لك لا انا خاطي، ونحتموا عليه ونقول له تزوج ولا تروح للحبس. هو باش يمنع روحه من الحبس يقول لك نزوج كيما داروا، راهم داروا بزاف لي كا كيما هذي. ها يا سيدي واش لازم؟ اخويا انا دوك نديها، يكري لها مع الجيران ولا يكري لها ما على باليش مع من، ومن بعد هنا يبداو لي بروبليم، هنا يبداو لي بروبليم، باسكو ديجا الراجل مادام قال انا خاطي، يسمى لعب، كان يلعب بالطفله ما يحبها لا والو، مي كان يلعب بها، كيفاش هو كان يلعب بها؟ ونزيدو نعطيوها له يزيد يروح يلعب بها؟ هذا هو القانون تاعنا، تديها بالذراع عليك، شوف هذيك الاخرى. الراجل الطفلة لعب بها اون فوا مسكينة وجا عندها طفل، ها ومن بعد نحتموا عليه، ها تديها ذراع عليك. لا لا واش تخمو لو كان ندير لهم لي منوط خير؟ ها لي منوط واحدة في يد لاكوش تاع المرأة والاخر في يد لادروات تاع الراجل، ولي منوط هذوك نحطوهم في العدالة باش ما عادش ينجموا يتطلقوا وخلاص. يا الناس راهو حرام عليكم وعيب عليكم الشهادة. يا اخي الراجل قال انا خاطي، يا خويا خاطي روح تلعب على روحك، ما تستاهلش المراه ديغاج، وما عادش تدور هنا كيما قال واحد الطفله نديرو لها الطفل، سوا نعطيوها الاختيار
شوية مرة تروحي تحطيه في لابوبونيير كما قال واحد ها سني عليه باللي يقعد في لابوبونيير باش يمدوه كان شي عائلة من العائلات اللي رامي الناس راهي ما لقاوش شغل باش يربيوه، نروحو نعطيوه لكانش فامي تربيه، ولا تني عليه ونعطيوه للمرأة هذه نتبعوها والطفل تديه وخلاص. ولا لا 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 سوليسيون هذه هي، ما كانش بين ندر سوليسيون أكثر من هكا. وش هو؟ لازم نبدلوا القوانين، نروحوا ثاني القانون اللي يجرم المرأة. المرأة جابت الطفل يبداو يسمعوا فيها وكذا وما نعرف واش والواحي والكوميساريا والعدالة. يا ناس يا ناس، اسكو هذا سيتا كيما قال واحد هذه دارت جريمه هذه المراه هذه؟ المراه تولد تولد كش سوا اليوم ولا غدوه ولا غير غدوه، تولد قبل ولا من بعد ولا من، المراه راح تولد راح تولد والراجل راح يولد راح يولد، وين هو المشكل هذا؟ واحد تسمعي يعني نسمعها خويا. المراه تولدت راحت لوبيتال للماتانيتي، مدام اسكو تعطينا الاسم تاع راجلك؟ اذا تعطينا كيما قال واحد باش نكتبوه ولا نديروه صحه ما كانش اخويا، ما تحبش مدنا هذه سي لافي بريفي نتاعها ما ندخلوش فيها، ما نعيطوا لا بوليس ما نعيطوا لا جوندارمري. لا المراه هذه تيروريست ولا هل المراه هذه تيروريست يا جماعه ولا واش بكم هذا؟ هي نعلو الشيطان شويه سبحان الله، بدلوا شويه الاخر نتقدموا شويه يا ناس. لي لوا اللي كانوا يمشيو نتاع بكري نتاع لو مويناش ما عادش نجمو دركا، دركا ما عادش نجمو دركا. تشوفوا كيفاش كاين الانترنت كاين الاخر، بكري مشفاو كيما قال الواحد في وقت بكري خلاص يروحوا يخطبوا المراه ما يعرفوهاش، يروحوا يطبطبوا على البيبه نتاع الناس، يروحوا يطبطبوا على 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 الديار نتاع الناس، عندكم شي طفله نزوجوها هذا بكري خلاص. يرحم والديكم احنا عندنا طفل نحبوا نزوجوا لولدنا، مي هذيك راحت دركا. دوكا كون طفله ما يعرفش تعرفش الطفل ولا ما يمشيوش مع بعضها هما ولا محال كان يكون مارياج محال، وهم يعرفوا بعضها وروح وروح ويكونوا دي بروبليم. دونك لي بروبليم راح يكونوا نحي كاين مشكل، ايبا المشكل هذا يفوضغي لونفي. حاجه اخرى، الطفل الطفل نحطوه في لابوبونير، تلقاو حتى كانوا بنات مساكن خلاو من الخطره هذه كيما في ولايه سكيكدا حتى ولاو اكثر في عمرهم عقبوا راحوا ما بقاوش مينغ ولاو ماجر وخرجوهم للشارع. واحد لا يقول يا من هاك يا منكر، بلاد المسلمين الدوله ضربه نح طيشوهم للشارع، روحوا زيدوا انتم تعذبتوا في كنتوا صغار وقعدتوا في السونتر هذا، دركا روحوا للشارع زيدوا ادخلوا في كيما قال واحد في ميديو واحد اخر، ومن بعد عيطوا لهم قال هاي متشرده وهاي دارت وهاي دارت وهاي دارت. اسكو يصلح في بلاد كيما هذه تاع الجزائر، بلاد يعني كي نعيطوا احنا نقولوا احنا بلاد المسلمين زعما ها يصلح هذا؟ على احنا الاسلام هذا مدارين غير باش نقطعوا به رصان الناس؟ مدارين الاسلام هذا غير باش نقطعوا به يد الناس؟ مدارين الاسلام هذا غير لا يجوز لا يجوز لا يجوز والدنيا مخوذه؟ هذا هو الاسلام؟ الاسلام يقول لك شكا ما يقول لك شكا، الاسلام هذا يقول لك يا ولدي نورمالمون استر ما استر الله، استر ما استر الله. يا سيدي كاين مشكل نفهمها، هذا الطفل هذا راح لابوبونيير نورمالمون نورمالمون نساو الرجال اللي ما يولدوش ها، لو كان جاو شويه اذكياء كيفاش انا ما نولدش ولا مرتي ما تولدش نبقى انا قاعد بلا شي طفل هنايا قال لا لازم نجيبو انا ولا ما ولا 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 ما يبقى هكاك. وعليه ما نروحش ندير اجر عند ربي سبحانه وعز وجل الساعه كي نمنع الطفل ولا الطفله نجيبها من هذيك لابوبونيير وهي صغيره، ويحل عينيه في باباه هذاك اللي داه ولا في مو هذاك اللي دا اللي داته يقول لها يا مامو ويقول لها يا بابا لهذاك السيد هذاك، ويكبر عندهم يكبروه عندهم. ماهوش هذا دار ماهوش هذا ماهوش حسنات هذو، لا لا يجوز لا يجوز ثاني، هذو اكبر حسنات هو هذا هو. الطفل يطايش في السونتر نروح لاداس يديروا عليا اونكيت وعليا يلقاوني بلي نجم ندي الطفل باش نربيه وعندي وانا جهه نديه نورمالمون يسهلوا العمليات، ما نصعبوش العمليات يا ناس، ما نصعبوش. قال اخويا ما نخليه ورد الطفل ولا الناس قال كاين في لاجوستيس، يا سيدي لاجوستيس هذه تقعد 30 سنه باش تفرق ما بين هاد الناس هذو وبين المراه والراجل؟ كيفاش؟ قال اخويا احنا عندنا قضايا الطفل هذا ما نجموش نمدوه باسكو كاين قضيه مازال مفتوحه في لاجوستيس. يا ناس ما تصلحش هذا، ما تصلحش اليوم قضية تقعد 30 سنة وهي مش الدوسي مفتوح هو 30 طون
إيه بقى لو دوسي يا خويا 6 شهور 5 شهور يا سيدي عام يا سيدي ما عليش يا سيدي عامين يقعد 30 سنة طرونطون الناس مازالت ما حلتش المشاكل نتاعها ومن بعد كي الطفلة تكبر ولا كي ولا الراجل يكبر قال لها روح للشارع روح للشارع كيما قال واحد الآفات الاجتماعية يبدلوا القوانين وين القانون نبدلوها سيدي القانون هذا نجتمعوا نبدلوا قال ولدي دوكا رانا في 2021 رانا في القرن 21 لازمنا نمشيو كيما يمشيو علاش ما نعندوش الناس حنايا للغرب هذا الغرب هذا سيدي معليش ما نعندوش في الشراب سيدي ما نعندوش في الشطيح ما نعندوه برك في الاسلام برك باسكو هما كيديروا كيما هكا هما المسلمين ماناش حنا كيف الطفل نخليوه يطيش في السونتر في البوبونيير ما مدوش للعائله ونخليوه هكذا ولا عائله راهي قاعده ما عندهمش الاولاد ما نافش عليهم ربي بالطفل ها تبقى العائله هذه بلا شي طفل ها وما تنجمش تروح تجيب طفل ولا طفله من لابوبونيا ونعرفهم راهو جابوا الاولاد وراهم لاباس عليهم وراهم يعيطوا للمو مامون ويعيطوا للاخر لا يجوز لا يجوز ما لا لا جيبوا داكور بصح تماركيه باسمك لا يجوز يا خويا علاه ما نماركيش باسمي واش كاين هذا واش صرا كيفاه يعني جبتو يا خويا ماركيه باسمي وطفل صغير حل عينيه فيا يبقى ندير له مشكل نخليه هو مسكين يكبر حتى ما يعرفش باباه وما يعرفش مو ما يعرفش باباه ومو. كل واحد يقول له باباك راهو الطاهر الاخر يقول له لا باباك راهو امك راهي عرجونا ولا باباك راهو محمد وعلي ولا يا ولدي وش هي هالخلطه هذه وش هي هالخلطه باباه هو اللي رباه تدو باباه هو اللي رباه ما هوش باباه اللي استغنى عليه باباه اللي استغنى عليه يروح يبيع البطاطا اذا لقى البطاطا اذا لقى باسكو البطاطا دوك غاليه 12000 يروح يلعب على روحه جدو هذا مكان ديما مكان واش هو لازمنا نديرو دي لوا اون فاريستركتوري نو لوا اللي يجي كيما قال واحد باش نجمو المراه كيما قال واحد عندها حق بريمارمون لا مير سيليباتير تدي الطفل ولا عندها الحق ما تكونش متبعه في العداله تروح تحط ولدها في لابوبونيير ما كان حتى واحد لا يسقسيها لا بشكون هو لا علاه لا كيفاه يوصل لابوبونيير يا مدام واش تحبي ديري للطفل هذا كيف انت وراتك في الشرع حنا نستناو نحكموه نستناو سيدي هذا ما كان نستناو حتى العداله واش دير ما كانش قال لنا حنا في الشرع تفهمنا واش فهمتوا هاد الطفل في جوج ما تحبوش هبطوا على خير كيما قال واحد ثاني هنا ثاني هنا الى اللقاء يا اخواني نخليو الطفل كي تجي اون فامي تكون كيما قال واحد معروفه ونعرفوهم ويخدموا كيما قال واحد وعندهم ينجموا يربيو الطفل تفضلوا حاوليكم الطفل روحوا ربيوه مبروك عليكم سيتو تحل الطفل اللي يروح للدار كيما قال يضحك في الدار ويبكي في الدار تولي الدار موا زاهيه بهم ها والاخر يقولوا لا لا انا لو كان ما يكونش من صلبي انا لو كان ما ويجيبوا لك الشيوخ هذوك اللي كاع نتاع اللحيه هذوك اللي لحيتهم مسخه هذيك يبداو يشعروا ليك ولا يجوز المراه كاينه وحده عيطت لواحد الشيخ في التلفزيون والله لو كان جاب حدايا يقول له يا ابن عمي انت مش عبد والله ماك عبد المراه دات طفل صغير دات طفل صغير في عمرو 2 سنة كبرته ولا دخل الليسي وقلقوها قلقوها مسكينه المراه هذيك وكيفاش وما عندكش حق وعلاه ديريه باسمك ودوك كيف اسمه ودوك عاقبك ربي ومن هنايا تزيد تعيط للشيخ هذا الشيخ هذا كيما قال واحد يا سيدي الشيخ امين بابا بابا ما عندكش حق يا امراه ما تقعديش معاه ما هوش ولدك لا حول ولا قوة إلا بالله لا هي تقول له يا ولدي كيفاه راني أنا اللي رضعته وراني أنا اللي كبرته وراني أنا اللي ديته ليكول واليوم راهو كبير طفل وراهو يعرف كلش بلي أنا مو ويعرف بلي كان باباه هو باباه وكيف هذا لا يجوز يا امراه لا يجوز لا يجوز لا يجوز والله يا ناس لو كان يسمعوني انا يا هذو كيف اسمهم الامم المتحده والله غير نبدل اسم الجزائر نديرو بلد يجوز لا يجوز والله العظيم واش هو ندير بلد يجوز لا يجوز و اونتر بارونتيز نتاع المنافقين خاطرش انا على بالي بلي راه كلش يجوز السرقه يجوز التحريمات يجوز لا المشاكل اللي تجوز عندنا احنا هنا في الجزائر والله هي اكبر شفان تاع الكفار اللي يديروها
هاي سيدي، وشكون يديروها؟ هاد الناس هادو اللي من الصباح لليل وهما لا يجوز لا يجوز، من الصباح لليل وهما مكسرين دمغينا بيجوز اون ديري. وكيجيو يهضروا كذوك الصحاب الحي هذوك هذوك البنا اون ديري كانوا عند ربي سبحانه وعز وجل وهبطوا اون ديري. ما يقولكش يا خويا الله اعلم يا اخي، مش نقول لك انت جبت امراه ولا جبت طفل ولا جبت كذا ولا طفله ولا منها وربيتها عندك. يا خويا ان شاء الله رب العالمين يتقبل لك الحسنات نتاعك، ولا ان شاء الله حتى اذا كان غلطه ربي راوي على كل حال ان الله غفور رحيم وكذا ومنا. ويقول لك شديد العقاب. يا سيدي شديد العقاب، واش دار هذه المراه هذه ولا الطفل هذا واش داروا؟ قتلوا ولا رقاب هما ذبحوا كما ذبحوا هذو الارهابيين؟ واش داروا؟ سرقوا؟ واش داروا؟ برك واش داروا؟ دي ريلاسيون اموغاز. لو كان عين ربي سبحانه عز وجل وكان شاف ربي عز وجل باللي هذه ما تلخش، والله ما تولد المراه هذه يا سيدي قاعدك، والله ما تولدها، والله ما تعرف الرجل هذا. ربي ما دار والو، إن ريان فيه، إن ريان فيه. نهضر كمؤمن أنايا، نهضر كمؤمن، خاطرش لو كان ولي نروح لأحبابي وصحابي هذو اللي أعطي، يقول لك ما فيها لا استغفر الله ربي سبحانه ما فيها والو، هذه سي لا ناتور، سي لا ناتور. الكلب والكلبة يتلاقاو يكون عندهم جرو، البقرة والآخر يكون عندهم كيما قال واحد أنفو، الراجل والمرأة يكون عندهم الطفل، وهذه سي لا ناتور، هذه هي، هذو هي الإخوان اللي كو جو ريسبكت لوغ ديسيزيون كيما قال الإنسان، لوغ زوبينيون، أنا جو ريسبكت، مي أنا كمؤمن نقول بلي هذه حاجة عادية. حاجة عادية، مرأة والراجل يتلاقاو راح يكون عندهم طفل، ما فيها والو خلاص، ما كان والو. يا سيدي كي عندك نحكمو نسكرو على المرأة سيدي ما عادش تخرج خلاص، هذا ما كان. حتى في ليكول بعد ما تروحش ليكول سيدي نرجعو كي بكري، ما مرأة اقعدي ملي تزيد وحنا ولا تكون في عمرها كي ضرب في عمرها 4 سنين ولا 5 سنين صيي نسكرو عليها بالشرلية. والله يا لو كان تدخلها تحت الأرض بعد، أي سيدي والله يا لو كان تدخلها تحت الارض، كي تحب دير حاجه المراه ديرها. ها يا سيدي واش نقفلوا عليها؟ واش كاين هذا؟ واش صرا هذا؟ واش صرا؟ المراه جابت طفله والطفل تعرفوا جابوا الطفل، مبروك عليهم يا سيدي، مبروك عليهم. دوكا المراه ما عنديش باش تقول لك هذا ماهوش ولدي، هذه واحده. الرجل يصلي يروح يلعب على روحه، يروح يلعب على روحه، وداير ما يشتهيش وما يشتهيش الطفل هذا، ما يستاهلوش والله ما يستاهل. هذا ما كان، روح تلعب على روحك. المراه قال مدام حبيتي تحكمي الطفل، اي الله يبارك، نروح الله يبارك نسجلوه، نروح بعد تبقيني القانون، نبدل القانون وبين صلينا عليه. المراه قالت لك لا لا حتى انا ما نحبوش، لا ما كانش مشكل تحبوا تسامحوا في الطفل هذا، ما تحتاجوش، نروحوا للبوبونيير، هاو ليكم الطفل هذا، لا داش تخدم خدمتها. كان اون فامي لي زونكيت، هما يديروا لي زونكيت. ياك واش هو يفو اكومباني لانفون، ماهوش نروحو انا والله ما على بالي انا لو كنت الناس اللي تخدم في لاداس هما اللي على بالهم، ما على باليش انا اسكو كي يمدوا ان انفون يروحوا يزوروه ولا ما يروحوش يزوروه، يروحوا يتبعوه ولا ما يروحوش يتبعوه، جو سي با اسكو على بالك هذو نتا يتبعوه ولا ما يتبعوش الناس. سقسينا يرحم والديك، سقسينا ترى كيفاش مدوا حنايا ان انفون باش يادوبتيوه وما تبعوهش وما نشوفوش ترى شكو عنده ما عندوش قراه ما قراش وين هو. اذا احنا مديناه وهو داه للجبل باش يولينا ارهابي ما نتبعوش. انا سقسي عليها هاد الامور هادي، نكون سقسي وطراش اسكو نشوفو طراش نورمالمون يتفل لاسيستون سوسيال تروح له في شاك 3 موا، اذا ما عندوش القش تديلو، اذا ما عندوش الحليب تديلو، اذا مشكله عندهم مشكله ما عندهمش دار تروح معاهم ليا باش يحطوا دوسيي في دايره ويتبعوا القضيه على درس بعد تبع القضيه باش يعطيو سكنه للناس هذو. هذه هي اللي لازمه، ماهوش قال يدي وهذه الطوموبيل هذا ولا 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 شرا ثوب ولا شرا بكره، واش هي الحاله هذه؟ هذو كل لازم ديال وايت تبدلوا يحتموا على هذو لي زاسيستون سوسيال اللي قاعدين يضربوا بكري يديروا في الكروشي. صح دوكا ما عادش حتى الكروشي ما عادش يديروه، دوكا تلقى لي زاسيستون سوسيال اخرين هاي قاعده في البيرو نتاعها وراهي طق 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 وتكمل اي 4:30 هي ادم ان شاء الله بحول الله. واش راكم ديروا؟ واش راكم ديروا؟ انا والله ما نعيب على لي زاسيستون سوسيال، انا نعيب على الديريكتور ونعيب على الناس اللي تكونترولي الناس هذو. واش خدمتي؟ واش درتي؟ كاش ما خرجتي رحتي لي فامي؟ كاش ما شفتي؟ كاش ما رحتي؟ ما كاين والو. يا سيدي نجيت نقول لكم انا حاجه، كانت خطره رحت نحوس على لي زاسيستون سوسيال وما نقولش واش من ولايه، هبطت لي بلا روب دو شومبر. لا لا
حاطط لي بلا روم دي شامبر. لا يا سيدي انت تخدمي ولا ولا راكي باسكو تكون فوق. قالت لك نو انا طلعت برك باسكو يا بنت عمي راكي تخدمي لنا حتى الربعه ونص كي ساكع على 8 سوايع يا مدام. قالت لك انت ماكش مدير تاعي. ايه مانيش مدير تاعك بصح يا مدام ما تعطيليش هكا جي دوموندي باش نتكلم معاك في المكتب ما نتكلمش معاك بلا روم دو شامبر. لا واش كان هاو القضية يا مدام؟ هاي واش كان؟ هاي واش كان؟ روحي لي شوفي لي المرأة هذيك اللي قاعدة بحال التريبيونال، واش بيها المرأة هذي؟ روحي أنا ما حبش تهضر معايا المرأة هذي، رحت لها بحال التريبيونال لقيتها المرأة قاعدة بحال التريبيونال مسكينة وقاعدة روحي شوفيها سيدي واش راه واش راه صاري؟ باش هاك الساعة اسمح لي وما نعرف واش وما نعرف واش وما نعرف واش، ومن بعد كي دير موضوع وتكتب ولا دير حاجة، تشوف أسيدي السيد هذا، هذا الصحفي هذا ويديرنا في المشاكل. يا ولدي ما درت لكش مشكول راه خدمتي خدمتك يا مدام من على شي طرح باش تخدمي حتى هذه ميسيون تاعك. روحي تحبي ما تحبي مي سبحان الله العظيم توصلنا لها هكا مدير نتاع واش يقولوا نتاع داس ما تلقاهش خلاص شيخ فوا هاو برا هاو منا مدير الصحه تضرب عليه تلقاه ما كانش خلاص قليل قليل الخطره هذه فرحت يا جماعه والله غير فرحت. عيطت لواحد المدير نتاع المستشفى ها ما نعرف والله غير ما نعرف عقبوا لي المدير قال لك ما تقطعش الطق عقبوا لي المدير. اول ما قلت له اول ما قلت له قلت له سيدي المدير انت والله غير ناس ملاح. قال لي كيفاش تقول لي ناس ملاح وانت ما تعرفنيش؟ ايه قلت له يا خويا احنا مالفين حتى كي نهضروا مع الشيف سيرفيس ما يهضرش معنا. او ما كانش او ما راح او خرج او ما كانش او ما كانش او خرج. دونك انت مادام تسوي عقبوا لي ليك يسمى انت راك ناس ملاح وان شاء الله تكون ناس ملاح. قال لك يا خويا راني خدام هنا مرحبا الحمد لله يا سيدي. كون غير نلقاو كي هذا المدير هذا. مي ساعات تعيط لوكيل الجمهورية لو كان نعيطوا ل 48 وكيل الجمهورية نقول لكم زوج ثلاثة اللي يتكلموا معنا زوج ثلاثة اللي يتكلموا معنا الباقي الكل ما كانش هاو في جلسة هاو خرج هاو نائب العام ايه ايه نائب العام تهضر معايا انت مع نائب العام ايه هو اللي يحيي هو اللي يقتل تروح انت تهضر مع ولي اسمحوا لي يا جماعه كانوا ديوالي اللي نعيطوا حتى ما لقاوهمش كي نخرجوا يعيطوا لنا خلي النيميرو نتاعك يعيط لك او معاك المسير الوالي نتاع التالت تالي 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 وخرين ايه والله يا تهضر مع رئيس الحكومه وما تهضرش مع الوالي هذاك سكرتير جينيرال كاين سكرتير جينيرال نتاع ولايه ما يجي نهار وين نهضر عليه عمرو ما هو في المكتب نتاعو عمرو ما كان في المكتب نتاعو هاو في الاجتماع هاو خرج هاو عنده الغاشي هاو يستقبل هاو البرا هاو صدير ما عمرو ما كان ما نجموش نهضروا معاه خلاص لي ديريكت لي شيف دو كابيني ما تعيطوش على 8 ونص ما تعيطوش على 9 ما تعيطوا ديما شوفوا المسؤولين عيطوا كش ما تحكموهم على 10 ونص وطلع وما نعرف يهضروا معاك ولا ما يهضرش معاك ولا يقول لاسيكريتير تاعو قولي له واش يحتاج يا سي محمد نحتاجك انت لاسيكريتير دخلها واش دخلك يا مدام انت يا راكي كاتبه ما عندكش الحق تعرفي واش نحتاج عقب لك هذا انا صحافي ولا يعيط لك مدير ولا ما يعيط ما لا كون يعيط لك مواطن ما لا تخرجوا من التليفون وتعطيه واحد الفم هاي ماذا كي عاد صحافي ما تهضرش معاه مدير يعيط لك ما تهضرش معاه يعيط لك من ما كانش ما لا كيفاش مو سيتويان سيتويان ما لا تضربوا ما لا كون يجي يهضر معاك تضربوا الاجتماعات عمرهم ما يقول لك الوالي يستقبل وما كانش منها يا جماعه في 48 ولايه وقيل والي زوج يستقبلوا الباقي الكل يحطوا لك لي زاتاشي وكابيني قدامه ريجيستر مرحبا ها صدير ماشي يهف هذا مكان واش تحب الوالي على مصح الوالي مشغول ها يا خويا نحب نحتاج الوالي لا خويا قول لي واش تحتاج انا نوصل له الخبر سكنه داكور واش تحب افطر ولا افكات داكور ها دوك نرجعوك الخبر هذيك هي الطريقه والله لا تدي لا اف 3 لا اف 4 لا اف 1 لا اف 0 لا يرد لك لا يرد لك روحوا شوفوا الادارات اكتبوا الادارات انا نقول لكم يا ناس كنت تسمعوا فيا اكتبوا بريه ابعثوها للرئيس نتاع لي زيتازوني دامريك ها لي زيتازوني ابعثوا له بريه للرئيس والله السمانه الجايه تجيك لا ريبونس لو كان ما تجيكش لا ريبونس اكتب لي وقول لي كذاب اكتبوا للرؤساء تاع الدول الاوروبيه كامله اكتبوا لهم شوف اكتبوا الرئيس تاع فرنسا اكتبوا له بريه والله السمانه الجايه تجيك لا ريبونس انا نعرف
في البلاد نتاعي اللي زدت فيها نعرف واحد بوهاري مجنون مسكين، زاد في وقت فرنسا، من بوهاري مجنون بقى مسكين يهضر الا بالفرنسي، يكتب ديما الرئيس تاع فرنسا، ديما يكتب له والله العظيم ديما يجيب لنا لي ريبونس كي مسكين يقول او جاوبني الرئيس تاع فرنسا او جاوبني ديما اللي لاتر عنده. كيف اسمه ليسكم في ديبارتمنت الذكاء هذاك؟ سيد كوتي. نعم الكوتي. خشله كيف تعرف الكوتي هذا؟ انسان مسكين مريض من العقليه، اذا يقعد هو يعرف يكتب بالفرنسي يقعد مسيو البريزيدون دو لابيبليك فرونسيز، اكتب لهم اكتب اكتب لميتيرون اكتب للاغر اكتب حتى ما عمليش ديما عنده لي ريبونس نتاع او رد يا او انا نساهم كتب نساهم ردوا لي. ايه كيما كان واحد كتب حتى لي فام نتاع لي بريزيدون وردوا له. روح هنا اكتب المير. روح اكتب الرئيس الدايرة. والله لا تشوفها، والله لا تشوف ريبونس، يعني كنت بوس عينك، بوس عينك والله لا تشوف ريبونس. هذا هما الإدارات، هذه هي لا مش غير في هذا درك في وقت مشيت تبون، ما اللي كان، والله ما تشوف ريبونس. عندك كاينة حاجة، لو كانت كيما تغلط ولا كيما كان ولا منها، والله يطيحوا عليك بكوريسبوندونس نتاع 4 باج ماهوش تاع 1 باج، هذيك ما كانش تو سويت ما كانش. دونك هذا مش الموضوع تاعنا الاداره، الموضوع تاعنا هو الناس النساء هذو مساكن لي سيدي باتير، لازم المسؤولين تاعنا يخافوا ربي. ولا واش هو نقول للناس هذو الناس اللي يقول لك نحبوا دوله اسلاميه، اراكم يا ناس ديروا صبع في عينيكم، هاو باش نقول لكم راكم قاعدين ديروا صبع في عينيكم. الناس اللي يقولوا نحبوا دوله اسلاميه، خاطرش هذه راهي ماهيش دوله اسلاميه، راهي دولة أكثر من ديكتاتورية، أكثر من هاد الناس هذو، الناس هذو اللي قاعدين هذو ليتا بوليسي هذا اللي راهو دوكا، راكم تشوفوا كيفاش، أو بزنس، طرف الدين، طرف ما كانش، طرف منا، طرف، مي دولة إسلامية، يا والله غير المرا قسما عظما يا لو كان يطبقوا عليك الشريعة غير يديوك. نحكي لكم حكاية واش صرات في الصومالي، في الصومال كاينة مرا مسكينة تعرف واحد خرجت معاه. المرأة هذه مسكينة مدوخة شوية بوهالية، تلاقيت مع واحدة صاحبتها قلت لها ردي راني خرجت مع واحد السيد، قالت لها رب العالمين والله غدوة غير يطلعك من يعليك من شوافرك ويطلعك للسما، ديجا هي في السما كي تموت هي ديجا روحها في السما كيما قال بصح الآخر، ويدير لك ويدير لك ويدير لك، هاه واش ندير؟ كيفاه راح ندير؟ ما ديري والو شوفي تراه مع الشيوخة وشوفي منها. راحت للشيوخة، رحت للشيوخ يا جماعه انتم كيفاه ندير، انا عرفت واحد وراني رحت معاه وكذا ومنا ومنا، يا اختي روحي شوفي مع كيف اسمو هذو نتاع الصومال كيف يعيطوا لهم الشباب هذو والله ما عرفتش كيف يسموهم نتاع الدول الاسلاميه، وين جايين اليوم؟ هم يدوروا هم يدوروا تلقاهم بيتر خشوا يهربوا من دوله يهربوا، نسيت حتى كيف يسموهم هذو. راح تحوس عليهم مسكينه هالمغبونه هذه، هالمغبونه هذه راح تحوس عليهم، حتى قالوا لها راهم في الجبل الفلاني، راحت الجبل الفلاني هذا، راحت المخلوق هذا، لقاوها، لقاتهم، راه خمسه ولا سته واش كان حتى نشوفوا مع الجماعه، راحوا الجماعه اجتمعوا، قالوا لها ولينا نهار الجمعه، نهار الجمعه نفرلو لك المشكل، راحت نهار الجمعه هالزواليه هذه. قالوا لها صاي رانا باش نحيو لك راكي درتي جريمه كبيره، والجماعه راهم صاي جاوا لهنا راهم يسناو فيك باش يطبقوا عليك واش قال ربي واش قال النبي. واش يديروا لها يا جماعه؟ يروحوها في متمور، يروحوها في متمور ويخليو لها الا راسها يبان، وجابوا المجاهدين نتاعهم، المجاهدين نتاعهم قالوا لهم روحوا جيبوا الحجر في حجوركم واحكموا هذه المرأة فردخوها حتى نطيروا لها دماغها. هاكم شفتوا كيفاش يا جماعة تحبوا هذه هي كيف اسمه؟ أنا واحد صاحبي قال لي إذا الإسلام، أنا قال لي أني مسلم هكا بعد، قال لي أنا أني مسلم مبصح، إذا الإسلام يقول ديروا كيما هكا أنا مانيش مسلم. هذا واحد صاحبي يصلي ويصوم ويخاف ربي وكذا وعنده الحق الشيء اللي قالوا. قال لي انا راني مسلم وراني نخاف ربي بصح اذا الاسلام نتاعنا يقول هذا الشيء هذا انا من اليوم مانيش مسلم. قلت له يا خويا انا ما نفسيكش، انا تو دابور انا ما نديرش هالشيء هذا، مي هاكم تشوفوا واش داروا، هذا هما الناس واش يحبوا. دونك يا ناس راكم ما تلقاوش كيما
ليتا لايك، الدولة اللايكية، هذيك هي الدولة العلمانية. شنو غادي يدير على العلمانية؟ يقول لك لا أكفر، لا سب ربي، لا تبع الدين الإسلامي، لا تبع الدين الكاثوليكي، لا، يقول لك أنت حر، الدين تحب تبعه تبعه. بصح الدولة ما عندهاش دين، الدولة عندها قوانين، الدولة عندها مؤسسات، وهذه هي الدولة اللي حبينا نروحوا ليها نحنا، والناس راهي خايفة منها، كل واحد يغني لك غناية، وأنتم علمانيين، أنتم أنا علماني، أنا جو سوي لايك، جو سوي فيير دو لاتر، جو سوي دابور أمازيغ، كما يقول الإنسان جو سوي فيير دو لاتر، جو سوي لايك فيير دو لاتر، علاش؟ مي جو سوي أوسي مسلمون. نصلي ونخاف ربي وكما قال واحد وندير الا في الخير، عمري ما ندير الشر، الشر ما نديروش، مي باش تجي تدخل لي راسي انا نتاع اقتل اذبح خاطيني، انا نقول ديما نروح بالسلم، نلقى مشكله خويا حنا نديرو كيما هكذا، نديرو السلم ونديرو حاجه مليحه ونخليو ربي هو اللي يحكم. ان شاء الله نروحو، ان شاء الله نروحو، ان شاء الله نروحو، نروحو نروحو ونطبقوا الدوله العلمانيه، وتشوفوا كيفاش هي ناس تخرجوا من هالظلمات هذه، من تخرجوا من الظلمات الى النور. اللي يقول لكم روحوا ديروا الدوله الاسلاميه راهي هي نور، هذيك راهي موش نور، راهي محسن كي جهنم، قول لهم دخلوني لونفير وما نديروش هذيك هذه اللي عيطوا لهم الدول الاسلاميه. ما نطولش عليكم بزاف، نقول لكم قيمتين هنا، ان شاء الله غدوه نعاودوا نرجعوا في كانش في كانش في كانش فيديو فيديو ان شاء الله غدوه، الامور اللي تهم لتهم المجتمع. احنا على كل حال عندنا راي، انا عندي راي، مد رايي، كان الناس اللي تقدر تكون الراي نتاعي هذا يعجبها وتبع الناس، كانوا بزاف الناس اللي يعجبهم الراي نتاعي، وكاين الناس اللي ما يعجبهمش رايي وهما حرين كما قال واحد، وانا ثاني كما يقول الانسان انا ثاني جو ريسبكت لو كما قال الانسان انا ثاني جو ريسبكت الشيء اللي يقولوه. اذا الناس ما يتفقوش معايا ماهوش نقول لهم لا لازمكم تتفقوا معايا، لا سي با كوم سا. دونك انا نقترح، كان الناس يقترحوا عليا مواضيع نديروهم، الناس اللي راهي معايا راهم معايا، بالك نكون عندي الحق بالك نكون غلط، كاين الناس يقولوا لي رانا معاك وكاينوا الناس يقولوا غلطين، من الناس راه هذو اللي يقولوا لي راك غلط يكونوا حتى هما يريسبكت باسكو جو ريسبكت لوغ اوبينيون، حتى هما يريسبكت مون اوبينيون. نقول لكم بلا بقاو على خير، قدما ان شاء الله بحول الله نعاودو نرجعو دون اون لوتر فيديو كي كونسيرن لا سوسيتي الجيريان. بون نوي ا توتي ا توس. نعزك يا ساره راني نعزك ونحل عيني فيها محوطك، ما تخليني يا ساره ما تخليني يا ساره. ما تخليني يا سارة ما تخليني.